الناس خافت مجمل مخاوفها 5 حاجات. في ناس خافوا من الله لأن هم يعني عارفين إن لو تواجهوا معاه مش هتسلم الأمور، عاملين حاجات كتير، فابتدى كمان يحط جواهم فكرة إنه نتمنى إن ما يكونش فيه الله. ولما جت الفكرة قالوا ما فيش ربنا عشان يتحرروا من عقدة الذنب بالخوف من مواجهة ربنا. هل الله حل المشكلة دي؟ حلها في المسيح. وهنتكلم، في ناس خافوا من الشيطان، في ناس خافوا من الناس، في ناس خافوا من الموت، في ناس خافوا من بكرة. كل الأمور دي تقريبا مجمل مخاوف كل البشر، والمسيح حل كل الأمور دي في الصليب وجاء ليحررنا من الخوف. هنتكلم فيها.